لماذا أنا غير محظوظة بيتزا واحدة فقط؟ لأن البقية لدي. كلا كلا، لدي كل البيتزا. فقط انظروا إلى هذا البرج. أوه، لديك عمود ضخم من البيتزا ولدي واحدة فقط. ليس عادلا. توقفي عن التذمر، من الأفضل أن تبدأ في الطعام حالا. آمل أن تكون البيتزا لذيذة على الأقل. بالتأكيد تبدو فاتحة للشهية أكثر من غيرها. لذيذة فقط شهية. وكم يوجد جبنة، أنا أحب الجبن. مهلا، احذري. أنا لست كيس قمامة بالنسبة لك لترمي علي. حسنا، خذي هذا. لم أفعل ذلك عن قصد. أريد أن أتناول البيتزا بسرعة أيضا. منظرهم يسيل اللعاب. توصلت إلى طريقة لتناول الطعام بشكل أسرع وأكثر راحة حتى لا تتسخ يدي. واو، مرة أخرى. يا إلهي، لم أكن أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. كيف فعلت هذا؟ البيتزا لذيذة، لذلك يمكنني فعل ذلك. أوه، ماذا حدث؟ يبدو أنك الآن بالتأكيد لن تصلي إلى البيتزا، لكننا نحن لن نرفضهم. أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى طبيعتي. أين البيتزا الخاصة بي؟ من سرقها؟ حقا، من يجرؤ على ذلك؟ يا لكم من لصوص، كيف لا تخجلون؟ لا نخجل على الإطلاق، لأنني أفكر فقط في كيفية أكل البيتزا الخاصة بي. حسنا، البيتزا اللذيذة لدي، حان الوقت لالتهامك. ربما لا يجب أن تأكلهم من القاعدة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا هو، لقد قلنا لك. نعم، كان هناك سقوط بيتزا حقيقي. لماذا هذا العقاب لي؟ أنا أكره الثوم. ومن يحبه حتى؟ لم يحالفكم الحظ، أنا لدي ثومة واحدة فقط. لماذا تضحكي؟ أنت أول من سيأكل. بكل سهولة، أنا لست جبانا، لذلك سأتعامل معها بسرعة. الشيء الرئيسي ألا يغمى علي. يبدو أنني بلغت في تقدير قوتي. هذه القمامة غير واقعية بكل بساطة. يكفي بالنسبة لي. ماذا؟ يجب أن تنهي كل الثوم. لدي هدية لك، عصارة الثوم. يمكننا وضع كل الثوم فيها وعصرها في فمك. لا أريد أن أمرض أو سيغمى علي. لم أكن أطلب منك، هيا افتحي فمك. هذا فقط مقرف. أشعر وكأن قطة في فمي. الآن أنتم تفهمون ماذا أعني. أوه، أنا حتى أستطيع شمه. كم هذا كريه الرائحة، مرعب. من الجيد أن لدي دائما علكة لمثل هذه المناسبات. شكرا جزيلا، لن تضطروا إلى شم شيء بعد الآن. ولن أضطر إلى المعاناة. أليكس، حان دورك لأكل الثوم. لماذا أكله؟ انظروا إلى هذه القلادة الرائعة التي يمكنني أن أصنعها منه. توقف عن العبث، عليك أكله. أوكي. حسناً، لكن أولاً أحتاج إلى التخلص من كل شيء زائد. لهذا أحتاج إلى إناء ضخم. أهزه جيداً. والآن لن يتبقى سوى الحصوص، مما يعني أنه يمكنني تناوله. واو، لم أتذوق أبداً أي شيء أكثر سوءاً في حياتي. الآن عرفت الرائحة التي كانت تنبعث من فمي. يمكن لمشبك الغسيل أن يساعدني. هذا لم يعد كافياً، أنا بحاجة إلى رش معطر الجو في كل مكان. يبدو أن معطر الجو لا يساعد. أنا بحاجة إلى تحييد مصدر الرائحة الكريهة. لقد نجحت، لكن لا تحاول تكرار ذلك في المنزل، لأن معطر الجو خطير جداً. لكن لا رائحة كريهة من فمي. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا كل الثوم. لا
لا أستطيع تحمله منذ الصغر. إذا رأيتم وجهي يتحول إلى اللون الأخضر ساعدوني أتوسل إليكم. ما هذا الهراء؟ لماذا أنت مستعجلة؟ لا حاجة للتسرع، لكن بهذه الطريقة سأتعامل بسرعة مع كل هذا الثوم. واو، يا لها من شجاعة ويا لها من سرعة. جودي أنت رائعة. انتهيت، لا مزيد من الثوم. واو، يا لها من رائحة. جولي أنا آسف، لكن علينا عزلك وبعدها سننتهي من هذه الرائحة الكريهة. مهلا، لماذا؟ لا أستطيع التنفس، سيغمى علي. نجحنا أخيرا، لا رائحة كريهة في الغرفة. وأنا أصبحت أفضل بكثير. هاي يا رفاق، حظي سيء، لدي حبة واحدة من التيك تاك. وأنا محظوظ، لدي علبة كاملة. انظر من هو المحظوظ. نعم، كان يجب أن أحصل على مجموعة من الأشياء الجيدة يوما ما. ميلا، لديك أقل شيء، ابدأي. أعتقد أن تناول قطعة واحدة من الحلوى لن يكون صعبا بالنسبة لي. لذيذ، لكنه صغير بشكل رهيب. أليكس، دورك الآن. أخيرا، الآن سنحصل على هذا. ماذا يحدث؟ لماذا لا تنسكب؟ أين الحلوى الخاصة بي؟ ترك أليكس بدون حلوى. اللعنة، قمت بتشتيت كل الحلوى على الطاولة. أعتقد أنه يمكنني جمعها بسرعة باستخدام قشة عادية. انتهيت. جولي، أنت الوحيدة المتبقية. ليس لدي فقط حزمة ضخمة من الحلوى، لدي مجموعة كاملة من العبوات العادية. نعم، هذا يكفي للجميع. لا، كل الحلويات لي، أنا أحبها جدا، لذلك سوف آكل العديد من العبوات والعديد من الحلويات. شهي. اللعنة، لم تشارك معنا حتى. حسنا، أنا أعرف طريقة كيف نسرق علبة واحدة. تادام، إنها حلوياتنا. حسنا، قفوا، ألا تخجل من السرقة؟ لا توجد أدلة، لن تثبت أي شيء. الآن سوف أعلمكم درسا، سيكون انتقام جولي رهيبا. ارفعوا يديكم، استسلموا. ما رأيكم؟ لتعرفوا كيف تسرقون اللذاذة. أوه، هذه حلويات، من الأفضل الإمساك بها. بالضبط. اللعنة، لم يتبقى لدي أي شيء، استخدمتهم بالإطلاق. لكنك شاركت مع أصدقائك. حسنا، لدي مصاصة واحدة فقط، أنا لا أحب ذلك على الإطلاق. أنا محظوظ بمصاصة أكبر، ممتاز. أليكس، فقط انظر إلى نصيبي، لا شيء مقارنة بك. واو، لا أصدق عيني، لم أرى قط الكثير من المصاصات هكذا. لنبدأ بالأصغر. حسنا، لا أمانع، فقط سأزيل الغلاف. حتى الآن أنت لا تبين بلاء حسنا. لن أستسلم، توقفوا عن الضحك. لا، كسرت المصاصة. لم أكن أعتقد أن هذا ممكن. المهم أن الكراميل سليم، لست بحاجة لذلك. إنه لذيذ، رائع. واو، كم انتهيت بسرعة. الآن أليكس. مذهل، حان الوقت لتجديد نشاطي. انظروا كم بسهولة أنزع الغلاف. واو، الكثير لأتعلمه منك. يكفي إضاعة وقت، أريد أكل كل شيء دفعة واحدة. بماذا تفكر يا أليكس؟ لا تخافوا، أريد فقط أن أطحن الكراميل. انظروا، هذا ينجح، لم يتبقى سوى القليل جدا. رائع، كم أنا قوي. توقف أليكس، نحن خائفون. هذا كل شيء، لقد انتهيت بالفعل. الآن أنا بحاجة إلى صب الكراميل في وعاء. واو، كم يوجد؟ فكرة رائعة حقا.
أحتاج إلى مصاصة واحدة هنا. يمكن غمسها في مسحوق الكراميل وتناولها، مريح جدا. للأسف إنها انتهت بسرعة. الآن علي فقط وضع الفتات في فمي. حسنا، هذا جيد أيضا. كم هو لذيذ، لا أريد التوقف. كيف سعى كل شيء في فمك؟ ميلا أنت الآن. أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. قومي بإيقافها حالا. أوبس، آسفة، لقد أشرت بها بطريق الخطأ عليكم. أريدها أن تزيل الأغلفة هكذا. فكرة رائعة، أنا أحب ذلك أيضا. الآن يمكنني أكل المصاصات دون أي عقبات. كيف تضع كل هذا في فمك؟ واو، أخشى أنه سينتهي بشكل سيء. ويبدو أنك على حق يا أليكس، المصاصات عالقون، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. فليكن، سوف نساعدك. تمسكي جيدا. أحذر، أنا أتألم. أوه، ما هذا؟ إنه فك ميلا، يا له من كابوس. لا بأس، لقد أعدته بالفعل. ما هذا؟ لا أستطيع حتى أن أرى، تبدو مثل حبة ذرة. ربما أنت على حق، لدي العديد منهم، ليس لها رائحة على الإطلاق. لم تفهموا بعد، الفشار مصنوع من هذه الحبوب. لكن أنا لا أستطيع، نحن بحاجة إلى التفكير بشيء ما. لدي فكرة، ماذا لو قدمتها فقط؟ لا، إنها قاسية جدا. علي التفكير في شيء ما. سوف تساعدني مكواة فرد الشعر، لديها قوة كافية لطهي حبة واحدة. هل هذا ينجح؟ أخبرينا. أعتقد أنه سيمضي وقت طويل لنلعب أليكس أو ننام. جولي محقة، وقت طويل. لقد نجحت، رائع. يا رفاق، انظروا كم هذا لطيف. أحسنت، لقد آمنا بك يا ميلا. أتمنى ألا أنتظر عبثا. نعم، هذا شهي. الآن أنت يا أليكس. أحتاج إلى شيء أكبر من مكواة فرد الشعر لأصنع نصيبي. أعتقد أن المكواة هي مناسبة. لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح. طريقتك أيضا جعلتنا نشك. واو، لقد نجحت، هذا سريع جدا. لقد فاجأتنا يا أليكس. لا، أحرقت يدي، كم هذا حار. في بعض الأحيان أنت غير حذر إطلاقا. آمل أن يساعدني الفشار على أبعاد ذهني عن هذه المتاعب والألم. مذهل، لذيذ. كيف يمكنني تحضير هذا الجزء الكبير؟ لدي فكرة. ما هذا؟ ماكينة لصنع الفشار، ألم تروها من قبل؟ الآن سأخبركم بكيفية استخدامها. أولاً نضع الحبوب في الداخل هكذا. في الوقت الحالي هذا يكفي. انظروا كيف تعمل، الفشار جاهز. أمراً لا يصدق، أعجوبة حقيقية للتكنولوجيا. أعتقد أنه يمكنني إضافة المزيد من الحبوب، كان جزءاً صغيراً جداً. هذه مسألة مختلفة. رائع، طاولتنا مغطاة بالفشار. وهناك عدد قليل من الحبوب المتبقية، سأستخدمهم جميعاً. يبدو أن آلتك خارجة عن السيطرة، بل هذا أفضل. هل هذا سرطان حقيقي؟ يبدو مخيف، أنا خائفة من لمسه. مرعب. لديك سرطان واحد، انظري إلى طبقي. على الرغم من أنني أنا لا أخاف، هذا جراد البحر ليس خطير على الإطلاق. لن أكون متأكد، لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكنني التعامل مع هذا الجزء الضخم. ميلا، ابدأي أولا. حسنا، شكرا أليكس، أنت صديق حقيقي، أنت تعرف كيف تدعم في الأوقات الصعبة. لا يبدو سيء كما اعتقد. حقا؟ نعم، حتى أنني أحب هذا الطعم. أنا مستعدة لأكل السرطان كله. لذيذ، لم أتوقع أن يعجبني. لأكون صادقا، أنا مندهش قليلا. لقد كان لذيذ. ميلا، من الأفضل أن تغسلي أسنانك بفرشاة بعد هذه الوجبة. أوبس، هذا محرج. لا تقلقي، يمكن أن يحدث مع أي شخص. آمل أن أتمكن من التعامل مع نصيبي أيضا. حسنا، لنبدأ بهذا الصغير، سأحاول قضم قطعة على الأقل. غريب، بان لي أنه حي. الأفضل أن أخذ واحدا آخر. إنه الأمر جيد أن لدي الكثير من الاختيارات،
لكن أولا سأتخلص من كل شيء زائد. جولي أنا لا أتعرف عليك، ماذا تفعلي؟ لا شيء، أمور تافهة، أنا فقط بحاجة إلى تقشيرهم. هذا ليس عذرا، انظري إلى ماذا فعلت بنا. آسفة يا شباب لم أقصد. حسنا جربيه الآن. كانت ميلا على الحق، إنه حقا لذيذ. من المؤسف أنني لم أحصل على الحصة الأكبر، أنا أحب أكله. لقد استعدت شهيتي. رائع، لسوء الحظ ميلا لم يتبقى أي شيء لدي. الآن حان دور أليكس. لقد قدمتم لي مثالا رائعا، أنا الآن جاهز لتجربتها أيضا. ممتاز، شهيا حقا. هل يمكنني أخذ البعض منك؟ لا، لقد أكلتم بالفعل حصصكم. حسنا، أردنا سرطانا واحدا على الأقل. يكفي قلت، لا تمنعونني من الاستمتاع. لذيذ. نحن جائعون جدا، ضيفنا من فضلك. أعتقد أن هذا يكفي. مضحك للغاية، بخيل، سوف نتذكرها لك. هيا لا تغضبوا، كنت أمزح وحسب. ألا السرطان حي؟ يا أمي أنا خائف. صغيري كيف أتيت إلى هنا؟ هاي، هل كل شيء على ما يرام؟ ساعدوني، لقد عض إصبعي، قوموا بعمل شيء ما. لا ترميه علي، كم هذا مؤلم. تستحق ذلك يا أليكس. أعتقد أنه سيكون ممتع جدا، دعونا نفتح حالا. فيتا أنت تبدأي. أوه لا، يا لها من بداية رهيبة. أود أن أقول أنها شائكة. هل يجب أن أكل هذا الصبار؟ إنه مخيف جدا، سأؤذي نفسي بالتأكيد. حسنا، دعونا نأمل الأفضل. أوكي. إيو، كم هذا مؤلم، ربما يكفي. بالطبع لا، كلي بسرعة. يبدو أن لدي فكرة، لماذا أؤذي نفسي بينما يمكنني قطع كل الأبر؟ لدي كماشة مثالية. تادام، الآن لا يجب أن أعاني من كل قضمة. آمل أن يكون الصبار لذيذ على الأقل. حسناً، كيف؟ أكلته بسرعة كما لو أنه لذيذ. لا، لا شيء من هذا القبيل، إنه مقرف. مقزز. حان دوري الآن للفتح. لا السيدات أولاً، على وعلى ذلك لدي آيس كريم لذيذ، أحتاج إلى أكله بسرعة. فيتا، أين أخذت الآيس كريم خاصتي؟ أعيديه. لا، كما ترين الكرات المستديرة يعني أنها لي. أعرف كيف أصلح الوضع. بعد هذا الدفء ستتحول الكرات إلى سائل، وبسبب الشكل المثلث للقرن ستكون المادة ملكي. كم هو لذيذ، سأكون آسفة جدا لو أعطيتك الآيس كريم. رائع جدا، شهي. أليكس، يمكنك الآن فتح الغطاء الخاص بك. أوكي. واو، يا له من جمال، هذه شطيرة شهية، تجعلني أرغب في التهامها في أسرع وقت. من الجيد معرفة أنني لست مضطر إلى المشاركة مع أي شخص، كل شيء لي. تقول كل شيء لك، لدي خطة، أنا أيضا جائعة. أليكس، فيتا تنادي. الآن ستساعدني سكين في تحويل الشطيرة المربعة إلى مثلثين. سامحني يا أليكس، لكن كان علي فعل ذلك، كما تعلم أنا جائعة أيضا. حسنا، دعونا نرى كم ستحب الشطيرة مع الفلفل المثلث. أعتقد أنه سيكون مرح جدا. كمان. لذيذ، إنه لأمر مؤسف يا أليكس أنك لست أنت من تأكل السندويشات. لا، ليس من المؤسف على الإطلاق. من الواضح أن هناك شيء خاطئ. من أين أتى الفلفل؟ ساعدوني. لدي شيء للمساعدة في إخماد نيرانك، هيا اشربي. من فضلك أعطني هذا السائل بسرعة. ماذا شربت للتو؟ يا له من عرض. دعونا نرى ماذا لدينا في هذه الجولة. فيتا عندها شيبس، لكن ماذا عني؟
آمل أن أكون محظوظاً أيضاً. أوه لا، لست كلباً لآكل طعام الكلاب، لا أريد فعل ذلك. أنت لست مضطر لذلك لأنني سأكل أولاً. أريد أن أتناول هذا البطيخ بسرعة. كم هو شهي، فقط مناسب ليوم صيفي حار. أنا أعلم كيف أحضر لنفسي بعض البطيخ بملعقة خاصة. كيسي أمسكي هذه الملعقة، ستجعل الأكل ألذ. شكرا لك. هذا حقا مريح. الآن فقط هذا البطيخ لي لأنك قطعتيه إلى قطع مستديرة. انظري عن كثب في المرة القادمة. أعتقد أن قصة البطيخ ستعلمك الكثير. نعم سأريك الآن، خذي هذا. بدون فائدة، يمكنك رمي بقدر ما تريدي. في غضون ذلك سوف أتناول البطيخ. بسببك لم يتبقى لي شيء من هذا البطيخ. على الرغم بعض بقايا الطعام سوف أكلها دون مساعدة أحد. انتهيت. فيتا حان دورك. أعتقد أن الشيبس سيكون لذيذا جدا، خاصة البرينجلز، أنا فقط أحبهم. أنا أيضا أحتاج إلى حرمان فيتا من الشيبس. من الجيد أنني أحتاج إلى فقط هذه العبوة لهذا الغرض. غريب، لماذا هي فارغة؟ أين كل الشيبس؟ أوه، من تجرأ على تفتيتهم هكذا؟ الشيبس لذيذ بأي شكل، لكن علي أن أكل طعم الكلاب، هذا مقرف، حتى أن رائحته كريهة جدا. يبدو أنني سأمت منه، ربما لن أكله. ماذا سوف تأكله؟ فقط انظروا كم هو قبيح، على الأقل سأحتاج إلى التجريب. مقرف رهيب، مقزز. يجب أن تأكل طعام الكلاب بأطباق خاصة. قل شكرا لأنني أحضرت واحدا لك. نعم شكرا. الطعام يبدو أسوأ في هذا الوعاء، أنا فقط لا أستطيع أكله بالملعقة. سوف أساعدك، الشيء الرئيسي هو عدم التحرك. سأطعمك على أي حال. خذ هذا، هل تحبه؟ مقرف، لم أجرب أي شيء أسوأ في حياتي. أتعتقدون أن هذا مضحك؟ الآن سوف أريكم ما هو المضحك حقا. كيف تجرؤ؟ ستصبح رائحتنا مثل الكلاب. يا فتيات، من برأيكم سيكون محظوظ هذه المرة؟ الآن سوف نكتشف. بالتأكيد ليس أنا، لكنني محظوظ، أنا أحب السوشي. أنا أيضاً لدي شوكولاتة. إلى جانب ذلك إنها لذيذة جداً، من الصعب جداً العثور عليها في المتاجر، لذلك هي قيمة. أعلم أن الجميع هنا يسيل لعابه بالفعل، لكنني لن أشارك. إنه فتح للشهية للغاية وأيضاً لذيذ. أريد أن أتناول كل الشرائح المثلثة بسرعة. إنه لأمر رائع، علي أن أظهر للشوكولاتة بعض حيال الكاراتيه. انتهيت. الآن الجميع يعلم أن كيسي يمكنها الرد. الآن سأريكم خدعة، امساك الشوكولاتة بفمي. لكن هذا ليس كل شيء، الجميع يستطيع التقاط شريحة واحدة، لكن عدة شرائح أكثر صعوبة. ولم أتمكن من التقاط أي واحدة، يا له من عار. هيا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكنني البدء في السوشي. أولا خذ عيدان تناول الطعام. أوه لا، لم أتمكن أبدا من تناول طعامهم. علي أن أتعلم وإلا لن أكل شيء. لكن من يمنعني من استخدام العيدان بشكل مختلف؟ على سبيل المثال أضع السوشي عليها وأتناوله بهذه الطريقة، إنه رائع ومريح والأيدي نظيفة. ماذا عن المشاركة مع أصدقائك؟ لا، على وعلى ذلك لماذا تحتاجي السوشي؟ الليمون العصيري جدا في انتظارك. أستطيع أن أتخيل كم هو حامض. مقرف، أبعدوه. لم أكن أعلم أن الليمون يعود مثل القرص الطائر. ابتعد. يبدو أنه مصيرك. أوكي. قواعد التحدي الغبية. بالضبط، اكتشفت للتو كيف سأجعل الليمون أقل قرفا. أحتاج إلى تقشير القشرة. أوبس، أليكس أنا آسفة. على الرغم أن تسريحة شعرك الجديدة تتناسب مع قميصك الأصفر. حسنا، سأتوقف عن العبث، إنه وقت الأكل. أعتقد أن الليمون جعلني أتقلص قليلا. أحتاج إلى دش منعش.
أوه، الآن أفضل بكثير. ليس البصل، لا أريد، رائحته كريهة. يا لها من شريحة بيتزا ضخمة رائعة. ولدي بودرة فوارة شهية، أنا أعشقها. آمل ألا تمانعوا إذا أكلت البصل السيء أولاً. أنا حقاً أريد أن أنتهي منه، ولا أريد تركه لوقت لاحق. حسناً، هل هو لذيذ؟ توقفوا عن الاستهزاء به، هذا صعب للغاية. لو تعرفون كم هو مقرف، لو أخذتم قضما ستتقيأوا. أريد إخراج شيئاً ما. أوه، الرائحة كريهة. أعتقد أننا نفهم شعورك الآن. المعذرة. حسناً، رصدت نقانق دائرية على بيتزا كيسي، هذا يعني أنهم لي. كم هذا جميل أن تعرفوا فجأة أنكم تنتظرون لذاذة. وإذا قمت بقص قطعة صغيرة يمكنني جعلها مربعة، هذا يعني أنني سأكون قادر على تجديد طاقتي. الشيء الرئيسي هو عدم جعل يدي متسخة، لأن لدي بودرة فوارة بعد ذلك. كيف تجرؤ؟ ألا تخجلوا؟ هذه البيتزا خاصتي. القطعة مربعة يعني أنها ملكي. حسناً، لم يتبقى لي شيء تقريباً. من الجيد أنهم لم يأخذوا كل شيء، علي الاستمتاع بهذه القطعة. وأنا لدي مجموعة كاملة من البوب. أوكي، أنا مهتم جداً بتناوله، يبدو واعداً جداً. واو، في الواقع رائع. لكن لا تتأملوا، سوف أكله بنفسي. كم هو لذيذ، أنا أريد أكثر. أليكس البخيل سوف يحصل على البودرة على رأسه. هذا أفضل، لتعرف كيف تتعامل مع أصدقائك.